كلمت وين؟ والله ما تكلمت. هيا فيه طوي. ها؟ هيا فيه. ولدك يا اخوي. ايوه مال الوالد. ها؟ فين الوالد ابو كلمني؟ انا مش سايبه. فين الوالد ابو كلمني؟ مش سايبه. والله ما تكلمت عنه. ولدك مش هفلته غير في شرطة السكة الحديد. سكة الحديد؟ تكلمت. ها؟ ماله ما تكلمت عنه. ليه تكلمت يا؟ والله ما عملت حاجة. مش عيب عليكم اللي بتعملوه ده؟ والله ما عملت حاجة. فين الوالد ابو كلمني؟ ايه سايبه يا اخي انت لو ربيته انا لو ربيته همسكه ولا اعمل فيه العمال دي؟ ايوه مربيه هي اللي عمل عن الوالد. ايوه مربيه يا اخوي وديته مدرسة علماني. غور يا دلا. يلا خلاص. يلا غور. خلاص يا تروح. روح يا بابا. كلمنا انا مال الواد يا اخوي ايه عمال؟ ايه الواد يا اخوي لمم له خمس ست عيال زي وشرشتيه وواد بنتك معاهم واقفين على شريط السكه الحديد عمالين يحدفوا طوب على القطر. خلاص يا اخوي يعني حدفوا على الهندي. ايه مالك انت ومال القطر؟ ما انت مالك ومال القطر انت؟ ما انت عشان ما انت لو متعلم وراجل مثقف ما تقولش اللي انت بتقوله ده. ما اللي خارب البلد اشكالك دي. على طول ازاي حدف طوب على القطر يا اخي؟ ازاي القطر ده اللي الدولة جايباه بملايين من فلوسنا وفلوس الضرائب بتاعتنا ومن مال الشعب يعقطوا عليه؟ انت تعرف قزاز القطر ده بكام؟ سيبك يا ابوي من القطر، القطر هيصلحوه. لو واحد دلوقتي طفل ولا واحدة ست ولا راجل قاعد جنب شباك القطر والقزاز اتكسر في وشه مش هيموت. لكن دي عيال صغيرة وعقطوا لهم طفتين على القطر غفلقت الدنيا يا اخوي. بس عامل فيها مصلح اجتماع انت. وعي عمال الراجل ده وعي عمال الراجل بوش العامل عامل زي علبة التونة. اللي بتقوله ده انت عبد نصر. دي عيال صغيرة. لا فيش حاجة اسمها عيال. لازم كل واحد ربي ولده ولازم في المدرسة يعلموهم. ده غلط اللي بيعملوه ده يا اخي. النهارده الدولة بتكلف القطر. القطر ده اللي بيجي من الدولة بكام مليون بنجيبه واحنا مش بنصنعه ده. اللي بيجينا من الصين واللي بيجينا من المانيا يروحوا يكسروا قزاز بالطريقة دي. لولا مواقف انا كانوا هيكسروا قزاز عربيات القطر كلها. مش عيب. مش كل واحد يا اخي الام تربي ولدها وتقول له ده عيب وتفهم ولدها من هو صغير وتقول له الكلام ده عيب وبالذات الناس الساكنه جنب شريط السكه الحديد دي. لكن دي عيالها بتلعب على طول يا دول. يعني عيال؟ ايوه يعني اروح احرر فيك محضر دلوقتي انا في شرطه السكه الحديد وبعد كده تبقى زي العيل هناك وتقول حكم علي وحكم برقبتي؟ خلاص يا ابوي لحنأدبهم. ها؟ خلاص لحنمنعهم تاني ما يجوش. يعني انت دلوقتي بلاستك دي انت لو مرزوع جوه القطر ده المكيف وعيل حدف طوبه ولا زلطه وتكسر القزاز في وشك ده ايه هتقول؟ هتقول كده؟ اه معليش ربنا بيجيبها سلامات. بيجيبها سلامات يا ابوي. لا عيب. العيال دي يا حاج عبد الناصر صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. تعلم العيال دي والكلام ده كله بيحصل غلط لانه القطر ده القزاز اللي بيتكسر احنا بندفع فلوسه من مال الشعب. وده مش بيحصل في اي حته غير عندنا هنا. كل واحد يربي ولده ويعلم ولده بالذات الناس اللي ساكنه على السكه الحديد دي. يقول له عيب كده. عيب ليه؟ فرضا واحده يا اخي كبيره في السن الحجر جه في راسها وفي ناس ماتت وفي ناس تعورت عينها وفي ناس خدت غرز بسبب البلاوي اللي بتحصل دي. كل واحد يربي ولده يقول له عيب لانه انت هتستاهل على ولدك ده يا اخي كله راع وهو مسؤول عن رعيته. والله هو كلامك صح يعني بس انت يعني بتحبكها زياده عن اللزوم قوي. طب بحبكها ازاي؟ مش انا ماسكهم انا شايفهم عبد ناصر ولو ما جريت على العيال شغالين حضيف على القطر يا اخي المكيف اللي لسه الدوله منزلاه جديد. مش عيب كده؟ عيب ولا مش عيب؟ لا عيب يا ابني. طب روح لام ولدك كده. ماشي لا حقك علينا صح. اه عندك حق في كل اللي قلته. هات لي الواد ده وتعالى كده انت. ماشي هاته لك حجيب. وتقول لي ليه ضربته؟ ده لو جيتك معاه كنت هضربه برضه. ايه الهوايه يا اخي بتحصل ده؟ ايه الجهل اللي عندنا وعند ابونا ده يا اخي؟ ما الجهل اللي مودينا في داهيه؟ هات الواد ده وتعالى بقول لك. خلاص يا حاج. خد يا بابا تعالى. معليش فهمه بالراحه. فصله كام؟ فوله ايه؟ فوله ابتدائي. امال طولك ده كله فوله ابتدائي؟ امال يا ولد دلوقتي انت معلمكاش في المدرسه يا بابا القطر ده اللي انت كنت بتحدف عليه طوب ده. كلمت والله ما عملت حاجه. لا انا شايفك بعيني بقول لك ده مديك قلم طوبه. والله ما عملت حاجه. هديك على وشك بقول لك. والله ما عملت حاجه. خلاص يا ولد. القطر يا بابا ده اللي بيعدي على شريط السكه الحديد ده لازم نحافظ عليه عشان انت بتركب. ولما تكبر ربنا يكرمك وتروح الكليه ولا تروح مدرسه الدوله بتركبك فيه باشتراك وما تدفعش فيه فلوس كثيره يعني النهارده القطر ده بينفع مين يا بابا؟ مش بينفعنا انا وانت؟ طيب لما تلم لك انت خمس ست عيال النهارده وتروح تحدف طوب على القطر ده، القزاز ده مش بيتكسر؟ صح. ده القزاز ده ب 10,000 جنيه ولا ب 20,000 الدوله بيكلف الدوله، مش عيب يا بابا؟ عيب. ها؟ عيب. صح. عيب ولا مش عيب؟ عيب. طيب اشوفك تاني على شريط السكه الحديد بتحدف على القطر؟ لا. مش عيب يا بابا النهارده ممكن واحد تقلع عين واحد بالحجر، ممكن تبوظ عين واحد،
ممكن تقتل لك طفل في القطر صغير مع امه كده شايلاه يتكسر القزاز في وشه، مش عيب؟ عيب. عيب ولا مش عيب يا بابا؟ عيب يا حمد. يعني مش هتروح تاني؟ لا مش هروح تاني، خلاص يا عم سلمني. ولا هتحدى فطور تاني على القطر؟ اخر مرة سلمني يا عم. خلاص هسلمك انت وابوك وامك معاكم على البيت. خلاص ماشي. يلا توكل على الله. اطلع. جبت لي الكلام مع ليسو واللي ما يسواش. سمعت؟ عشان تقول لي الواد ما راحش؟ يا عم يا راجل يا عم قام دلدل، لو مربي العيال دي مش هيعملوا كده. وانا قاعد لهم. يا عم